طهران على بعد أسابيع من امتلاك يورانيوم عالي التخصيب، وعلى بعد قرار سياسي بتصنيع القنبلة. هذا ما يقوله مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون. واشنطن تفضل ترويض إيران عبر التفاوض والعقوبات، لكن تل أبيب تجلس بجوار آلة العد التنازلي في انتظار اللحظة المناسبة. إسرائيل وإيران، لماذا زادت حدة الحرب بينهما الآن بالتحديد؟ قفزت إيران في 2020 إلى مستويات تخصيب بنسبة 20% لإنتاج اليورانيوم المخيف المستخدم في صناعة الأسلحة، وأصبحت قادرة على إنتاج 10 كيلوغرامات منه شهرياً. ثم طورت إيران تصميم الرؤوس الحربية وأنظمة الإطلاق، وصنعت صاروخاً يمكنه حمل قمر صناعي ورؤوس نووية، ليصبح حلم إيران في القنبلة النووية قابلاً للتحقيق في 2022. أين العالم الغربي من ذلك؟ الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يثقون بأهداف المشروع الإيراني. هم يجلسون للتفاوض وأعينهم على ما يجري هناك داخل الدهاليز السرية للمفاعلات النووية التي بدأت سلمية قبل أن تتحول إلى إنتاج ما يزعج الغرب وحلفائه بالمنطقة. وماذا عن إسرائيل؟ تقول قيادة الموساد إذا طورت إيران سلاحاً نووياً يجب أن تكون إسرائيل قادرة على إيقافه بمفردها، ويجب أن لا ينام الإيرانيون في هدوء. إسرائيل والولايات المتحدة لديهما التشخيص نفسه بأن البرنامج النووي الإيراني تجاوز الحدود كثيرة، وأن نسبة تخصيب اليورانيوم قد ارتفعت إلى مستوى 60%. ترى إسرائيل أنها أخطأت حين اعتقدت أن لديها متسعاً من الوقت، بينما تقترب إيران من الوصول إلى عتبة الأسلحة النووية ثم مواجهة العالم بالأمر الواقع النووي في الوقت الذي تختاره. الدول الغربية الكبرى قالت كلمتها أيضاً. على هامش قمة روما للدول العشرين حذر قادتها طهران من جديد بعد تحذير الرئيس بايدن من إمكانية لجوئه إلى خيارات أخرى. لا تجد القيادة الإيرانية ما يدفعها ويشجعها لاستكمال المفاوضات، وتصر على التزام أمريكا بالاتفاق الجديد طوال ولاية بايدن، وهو ما ترفضه واشنطن. وانهيار المفاوضات يقترب بإيران من امتلاك القوة النووية. كل المؤشرات تقول إن إسرائيل وأمريكا بصدد التحرك إذا توقفت تماماً ماكينة المفاوضات النووية بين إيران والغرب. وما فعلته إسرائيل إلى الآن كان استهداف النشاط النووي الإيراني بعمليات تجسس واغتيالات وهجمات سيبرانية قلصت قدرة إيران على وضع الوقود النووي في رأس حربي. لكنها الآن تهدد بعمل عسكري لمنع تطوير السلاح النووي. إسرائيل تسعى للحصول على ضوء أخضر أمريكي للخطة باء، وهي اللجوء إلى خيار عسكري بالتنسيق مع واشنطن، لكن واشنطن ترفض حتى الآن، والأسباب كثيرة، أهمها الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط والتفرغ للصين التي تهدد مصالحها في شرق آسيا. ثم إن شرارة المواجهة قد تشعل الحريق الإقليمي الكبير بين إيران وأذرعها العسكرية في بعض الدول العربية، وإسرائيل وأمريكا وحلفائهما من دول عربية أخرى. إيران جاهزة لتصنع قنبلتها النووية في غضون أسابيع، وإسرائيل جاهزة بالخطة باء لتجهض أحلام طهران. إيران قد تنشر صواريخ مضادة للطائرات بسوريا ولبنان والعراق، وإسرائيل تتباهى بتفوق سلاحها الجوي على نظيره الإيراني. قنبلة إيران تنتظر قراراً سياسياً بإنتاجها، والهجوم الإسرائيلي ينتظر موافقة واشنطن الصريحة أو الضمنية عن شيطنات حليفتها المفضلة في الشرق الأوسط.